الحمد لله، الحمد لله الذي أحكم شرعه وأبرم قدره. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فمن المعلوم أن الطلاق ليس وليد هذا العصر، وإنما كان في كل زمان ومكان، وبسبب ونسب متفاوتة مختلفة. وفي البخاري أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال لزوجة ولده إسماعيل التي شكت إليه حاله: قولي له أن يغير عتبة داره. فلما علم إسماعيل وجاء وعلم قصد أبيه فطلقها، أي طلق زوجته. وقد أباح الإسلام الطلاق عند الضرورة واستحالة العشرة الزوجية، وفي حال استمرار العلاقة بين الزوجين بعد استعمال العلاج المذكور في قوله تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فحينما يستعمل المسلم هذا الدواء، إذا لم ينجع معه هذا الدواء ينتقل إلى قوله تعالى، ينتقل إلى علاج آخر: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن تعذر العلاج فالله يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والحياة الزوجية هي الأساس، وهي أساس الأسرة، فلا بد من المحافظة عليها. وأن الطلاق هو تفكيك للأسرة وتشريد للأطفال وانحلال للمجتمع. ولذلك جعل الإسلام الطلاق ثلاثة، لتبقى فرصة بين الزوجين فرصة بعد الطلاق الأول والثاني للعودة إلى عش الزوجية. وفي السنوات الأخيرة انتشر الطلاق بشكل فظيع، وصار أمرا مقلقا في مجتمعنا. فما هي أسبابه؟ وما هي الدوافع له؟ أسباب الطلاق ودوافعه كثيرة، سنقف مع بعضها. أولا، التقصير في الحقوق الزوجية، سواء كانت مادية أو معنوية. والتقصير المعنوي غالبا ما يكون بعد 40 من عمر المرأة، فتعتذر الزوجة عن تلبية رغبات زوجها بحجة وجود أولادها، وأنها كبيرة، أو أنها مريضة، أو أنها منشغلة بأطفالها وأمور البيت، وتعتذر بغير ذلك. وحينئذ تحل محل مشاعر العاطفة الزوجية إلى المشاعر، مشاعر القساوة والعنف والكره،
فيحدث الشقاق ويجر ذلك إلى الطلاق. وأما التقصير المادي فقد يحدث عند بداية الزواج أو بعده، وهو تقصير الزوج في النفقة أو عدم القدرة على ذلك بسبب البطالة. ثانيا، الثاني سوء الخلق، سوء الخلق والطبع عند أحد الزوجين وسوء العشرة بينهما، وقد يستحيل التفاهم بينهما فيقع الطلاق. وقد يكتشف أحد الزوجين أن الآخر مريض بمرض مزمن مما يعكر الحياة الزوجية، مما قد يكون سبباً في النفور والكره بينهما، ومما لا صبر عليه فيجر إلى الطلاق. الثالث، العادات السيئة الموروثة كتعنيف المرأة عند أقل سبب، والتحكم أم الزوج والأخوات في زوجة الزوج واعتبارها خادمة كما يفعل الكثيرون. فمن الصباح إلى المساء والزوجة في المطبخ مع الأوامر والنواهي، فلا تشعر هذه المرأة بالحرية، وبذلك قد يقع الطلاق. الرابع، تعاطي الزوج للخمر والمخدرات، مما يتحول بيت الزوجية إلى سجن مليء بالشحناء والمشاحنات والعنف والسب واللعن، مما سيقود في الأخير إلى الطلاق. الخامس، من أسباب الطلاق اتخاذ الزوج الخليلات وربط العلاقات المحرمة، مما يسبب في النفور والاستغناء عن الزوجة، أو تكتشف الزوجة أن زوجها يخونها فتطلب الطلاق. ومن أسباب الطلاق ما يخص الشباب، العيش في الوهم. بعض الشباب قبل الزواج يعيش في الوهم، خصوصا في عصرنا هذا وزماننا هذا، فيعيش في العالم الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيريد أن يعيش الحياة الزوجية كما يتخيلها، فيستخدم العلاقات التي رآها وشاهدها، يحاول أن يستخدمها ويطبقها في الواقع، فيصطدم بالواقع المعاكس فيقع الطلاق. ولذلك الطلاق إذا وقع بشروطه فله آداب، فالطلاق إذا وقع فله آداب كما حددها الإسلام. من آداب الطلاق أن يكون رجعياً، أي طلقة واحدة. إذا بلغ الإنسان مرحلة الطلاق فيطلق الطلقة الواحدة، وهذه تسمى طلقة السنة، وبعدها طلقة البدعة. فلا يجمع بين الثلاث، لأن الطلقة الواحدة بعد العدة قد تحصل، وقد تحصل بها الرجعة، ويتجدد الزواج من جديد، وتعود الزوجة إلى عصمة الزوجية. ومن آداب الطلاق أن يقع الطلاق في حالة هدوء لا غضب فيه ولا شقاق ولا عداوة ولا سب ولا لعن ولا هتك عرض أحدهما الآخر ولا كشف الأسرار. فبعض الناس، بعض الأزواج حين يطلق فيكشف أسرار زوجته للناس. ومن آداب الطلاق أن يقع الطلاق في طهر لم يسبقه جماع، فإذا جامعها فلينتظر بعد ذلك، فإن لم يكن كذلك فعلى الزوج أن يصبر حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. من آداب الطلاق أن لا ينسى الزوج والزوجة الفضل بينهما،
الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. هناك عشرة، زمان وسنوات من العشرة، فلا تنسى الزوجة فضل زوجها ولا ينسى الزوج فضل زوجته. من آداب الطلاق أن لا يخرجها من بيتها إلا إذا أتمت العدة 3 قروء أو 3 أشهر، فلا يجوز للزوج أن يخرج زوجته من البيت مجرد التلفظ بالطلاق حتى تتم، حتى تنتهي العدة، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن آداب الطلاق، وهو واجب، أن يعطي الزوج مهرها أي لزوجته، لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ومن آداب الطلاق أن ينفق عليها، أن ينفق عليها، وكثير من الناس لا يؤدون الحقوق الزوجية بعد طلاقها، فهناك مستحقات للزوجة بعد طلاقها شرعها الإسلام. ما هي هذه المستحقات؟ منها ما يتعلق بنفقة العدة إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا، إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا فلا بد من نفقة العدة، فينفق عليها لمدة 3 أشهر، والحامل ينفق عليها حتى تضع حملها، وكذلك إذا كانت مرضعا فينفق على الحضانة، وينفق على الزوجة نفقة المتعة يحددها القاضي، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وهناك مستحقات الخاصة للأطفال شهرية، فبعض الناس حينما يطلق فينهي العلاقة بين أولاده فيتهرب من النفقة، وهذا حرام لا يجوز. فالنفقة، نفقة الأولاد ولو بعد الطلاق، تكون على الوالد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كذلك أجرة السكن، أي بعد انتهاء العدة إذا كان لها أولاد فلا بد من الأجرة، أن تدفع الأجرة أو أن تتخذ لهم مسكنا خاصا، خصوصا إذا كان الزوج ميسورا. لله الحمد، لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، حينما ينظر الإنسان العاقل إلى أجداده، إلى آبائه وأجداده، ما كان الإنسان يسمع عن الطلاق إلا نادرا، إلا قليلا، وإذا وقع وسمع الناس عن الطلاق تأسفوا وحزنوا لذلك حزنا شديدا، وتدخلت العائلات وكبار السن لإصلاح الخلل الذي وقع بين الزوجين. أولئك كان بينهما، أي بين الزوج والزوجة، الاحترام والتفاهم والتوادد والرحمة والتعاون،
كان يعطف بعضهما على بعض، فتستمر الحياة إلى أن يدفن أحدهما الآخر. أما في زماننا هذا فما من يوم إلا وتسمع عن الطلاق، وصار الطلاق أمر عادي، بل وسمعنا أن الزوجة المطلقة تحتفل وتجمع الناس وتحتفل على أنها طلقت من ذلك الرجل. فغيرت وانقلبت المفاهيم والموازين، فالإنسان كان يتزوج بنية الديمومة، الدوام والاستمرار. وفي زماننا هذا كثير من الناس يتزوج على أهداف ومنافع ومصالح، إما مادية، وأغلبها تكون مادية، نية السوء، قصد سيء. ثم نسمع حتى أن العلاقة التي كانت من قبل علاقة زوجية، ميثاق غليظ الزوج والزوجة، والآن غيرت المفاهيم والمصطلحات. يقول شريكة حياتي: حتى فهمت الزوجة أنها تشارك الزوج في كل شيء، وأن الزوج كذلك. فأحسن مصطلح أن نستعمل الزوجة والزوج وليس الشريكة. والشريك قد يختصم، الشريكان قد يختصمان ويختلفان، وغالبا ما يختلفان. أما الزوجان فليس بشريكين، وإنما هما زوجان يستمران بنية النسل، بنية الأولاد، بنية بناء الأسرة وإصلاح المجتمع. اللهم اصلح حالنا وأحوالنا، ويسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين.